24 من آية 39 يقول، من آية 38: وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان واحد من المسلمين المعمقين يكتف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر والطاهر قائلا: أولا أو أولاد أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينيه، أما نحن فبعدنا أننا نمنا استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محل. ثم قال ليسوع: اسكن يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال يسوع: الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس، والمجد لله دائما لبدين أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. زي ما احنا عارفين واتفقنا أن طقس الكنيسة زي ما قلنا من أول عيد أن يصبح التوت لحد يوم الأربعاء الجاي 17 توت، اللي هو عيد الصليب، بنصلي بالفرح طقس الفرح، وبنعيد عيد الصليب 17 و18 و19 توت. وأقول لكم ليه 3 أيام. هو العيد بتاع 17 توت ده احنا بنحتفل بعيد الصليب كم مرة في السنة؟ مرتين، مرة 17 18 19 توت، ومرة 10 برمحات. برافو عليك. العيد الأساسي للصليب 10 برمحات، اللي هو في ظهر الصليب مع الملكة هلالة، ده العيد الأساسي. بس الكنيسة لقت إن في 10 برمحات ده بيجي في مارس 19 مارس، فتمام بيجي في الصوم الكبير، فبنحتفل بيوم. والكنيسة حست إن الصليب ده له أهمية كبيرة قوي، ما ينفعش عليه يوم، فراحت عملت عيد تاني اللي هو ظهور الصليب للملك قسطنطين اللي هو ابن الملك هلالة، وهو راح يحارب الملك مكسيميانوس، وده اللي انت 17 كنيسة. فظهر له الصليب وهو راح يحارب، ما كانش يعرف لسه المسيح، سمع عنه بس ما يعرفوش. فلما ظهر الصليب في وقت الظاهرة في السماء بنور واضح ومكتوب تحت منه بهذا تغلب، فحس ان الصليب هيبقى قوة معاه، فراح فعلا غلب، وبعديها آمن بالمسيح ونشر المسيحية كلها في كل البلاد الرومانية اللي كانت ساعتها مستعمرة. ومن هنا بدأ المسيحية تنتشر. الكنيسة قالت إن العيد بتاع 10 برمات مش كفاية، يعني لا، يوم واحد مش كفاية، فعملوا 3 أيام اللي هو بقى زور الصليب للملك إيه. طبعا الصليب بقى نفسه قوته طبعا تظهر يوم الجمعة العظيمة، لأن الجمعة العظيمة هو الصليب، هو الخلاص نفسه. أنا النهاردة عايز أتأمل مع حضراتكم بتأمل صغير جدا على الصليب، مش هياخد يعني ربع ساعة. الصليب بيرمز لإيه؟ الصليب بيرمز للألم. الصليب بيرمز للألم، حتى لما واحد يبقى متألم، ألم كده ربنا بعته له مرض أو تجربة صعبة، قال له إيه؟ الصليب. زي ما الصليب، زي ما المسيح شال الصليب، برضه ربنا بيديك النعمة إنك تشيل الصليب معاه. الصلبان زي ما شفنا 3 صلبان. صليب المسيح اللي كان شايله بسبب خلاصنا، الألم اللي شايله نيابة عنا، هو ما يستحقش هذا الكرب ولا هذا الصليب، لأن الصليب ده كان علامة على الإجرام. وكان في 2 صلبان حواليه، اللص اليمين واللص الشمال، والاثنين كانوا بعد جوزهم، اللص اليمين واللص الشمال. يبقى إذن حدنا النهارده 3 صلبان: صليب المسيح، صليب الألم اللي الإنسان الله المتجسد الإله والإنسان في نفس الوقت شاله بدون أي ذنب، وعندنا صليبين تاني. الصليبان الآخران أيضا يشيران إلى الألم، بس الألم ليه؟ بسبب خطية، عقوبة. اللص اليمين كان خاطي فيستاهل العقوبة، واللص الشمال كان خاطي يستاهل العقوبة. طب انا انا برضو استاهل العقوبه، المفروض ان انا اتصلب، لكن في الاثنين دول في واحد يستاهل العقوبه وقال انا استاهل العقوبه، انا بعدل ايه مزيد، زي ما انا قلتها في انجيل لوقا، واظهر انجيل لوقا قوي، انا بعدل مزيد. اما اللص الشمال فاتصلب ولكنه قال ايه؟ قال لا، يعني ما كانش يقدر ان هو يخلص نفسه، يخلصنا معه، هو مش متحمل انه يتوب، مش متحمل العقاب. يبقى احنا كمثل للصليب، بس السؤال: هل انت لص اليمين اللي انت عارف انك انت مفروض تتصلب وتتحمل الالم والصلب والتجربه وتفرح وتتوب، ولا تقول ليه
ولما يجيلك ألم ويجيلك شيء صعب تقول يا رب أنا عملت إيه في دنيتي عشان تعمل فيه كده؟ ولا بتقول لا التجربة دي جاية لي عشان أصحر نفسي وأتوب وأرجع؟ يبقى النهاردة ثلاثة بس صلبان: صليب المسيح، الصليب الحقيقي، الصليب اللي يغفر وغفر. طب والصليب اللي أنت هتشيله، يا ترى هتشيله بحب بسبب أنك أنت تتوب وتحس إن دي فرصة للتوبة زي بالسليمين لما قال له اسكن يا رب ما تجد في ملكوتك؟ شوف أخذ إيه؟ أخذ بركة كبيرة جدا بسبب الصليب، بسبب صليب المسيح اللي غفر له، وبسبب الصليب اللي اتعلق عليه اللي بسببه فهم إن هو يستاهل العقوبة وإنه لازم إيه؟ يتوب. والصليبين دول معايا. أوعى حد يكون بيفكر في الصليب التالت اللي هو الصليب اللص الشمال اللي هو الألم، بس أنا مش عايز ده. أنا مش عايز ألم، مش عايز تعب، مش عايز توبة. لأن الصليب هو توبة. الصليب هو خلاص. والتوبة هو استعداد للسماء. يبقى أنا لما بتوب بصلب نفسي مع المسيح. أنا لما بتوب بصلب نفسي مع المسيح ليه؟ عشان أنتظر ملكوت السماوات. عشان أنتهز الفرصة إن بالصليب اللي جاي، بالألم اللي جاي أتوب، وبنفس الوقت التوبة دي جاية منين؟ من صليب المخلص اللي كان مصلوب إيه؟ مصلوب جنبي. يبقى الصليب لأجل البر. الصليب أيضا صليب حب وبذل. شيل الصليبين. شيل الصليب بتاع الحب والبذل في عيد الصليب. قول له يا رب أي صليب أنا هاخده في الخدمة، هخدم الآخرين، هبقى تحت منهم، هنكر ذاتي، هبقى آخر واحد، هخدم كل الناس بحب، هبذل نفسي من أجل أولادي، من أجل زوجي، من أجل عيلتي، من أجل الكنيسة، هبذل نفسي من أجل أي حد، أي حد مني الخدمة أنا هعملها. يبقى ده صليب البذل. اللي أنا بحاول أفتح كده زي كورة كده في السماء عشان أخش فيها. وأيضا أقول يا رب أنا كمان الصليب اللي أنت صلبت عليه أنا تملي قدام عيني شايفه. لأن من غير الصليب ده أي بذل هعمله ملوش كل لازمة. لأن الصليب اللي أنت صلبت عليه أنا هنتهز الفرصة دي وأبتدي برضه كمان أصلب نفسي على الصليب اللي أنا اخترته لحياتي. عشان انتهز فرصة الصليب اللي انت صلبت عليه، ما ضيعش الفرصة دي عليا. لأن في ناس كتيرة انتهزت الفرصة دي زي المسلمين. كتير قوي من المشارق والمغارب هيجوا ويخشوا ملكوت السماوات. وكتير جدا من الخطاة التايبين هيسبقونا ملكوت السماوات. طب يا ترى أنا فين؟ زي المسلمين، المسلمين ده سبق ناس كتيرة جدا. شوفوا الكتبة والفريسيين ومجمع السنهدرين، كل الناس كانت فاهمة وعارفة الناموس. لكن نقرة المسيح نقرة الصليب. أما المسلمين، الإنسان اللي ما عرفش حاجة خالص في الناموس لكن شاف قوة المسيح على الصليب، قال له اذكر يا رب ما تجد في ملكوتك. استفاد بالصليب المسيح، واستفاد بالصليب اللي صلب عليه من أجل إيه؟ من أجل توبته. هناك أيضا صلبان كتيرة قوي. مثلا يعني في صليب العطاء، إن أنا أدي. اختار اي صليب من الصلبان دي وعيش فيها الثلاث ايام بتوع الصليب. عيش فيها مش عشان تعيش في الثلاث ايام وبعد كده تمشي، لا، عيش فيها علشان تبتدي تفكر طول السنه انا هفكر اعمل ايه؟ الصليب اللي انا هصلب عليه. يا ترى التجارب ربنا مني انا اتحملها؟ اذا كان مرض او 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 نياحه حد من قرايبنا او حد قريب او 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 الظلم اللي جاي لي عشان انا مسيحي. اخواتنا اللي في مصر ممكن واحد يفكر بالطريقه دي. لو خدنا في مكان اي مكان متواجد فين؟ طب انا ما عنديش، انا حياتي كلها استير ولا اشكر المسيح، ما فيش اي حاجه. طب ابتدي فكر في صلبان ممكن تعملها. ممكن تدي عطاء، عطاء عشور، عطاء وقت، عطاء للناس، عطاء خدمه، عطاء بذل، عطاء تخدم مرضى، وتفهم اي حاجه من الحاجات اللي احنا ممكن نعملها. خدمه في الكنيسه، بس تقوم بايه؟ شوف المسيح قال ايه؟ حب وانكار زيت. لازم الحاجتين دول لما تيجي تشيل اي صليب فكر في الحاجتين دول. لازم يكون رقم واحد بانكار زيت، حب، طبعا بقى بذل والحاجات اللي احنا، لكن اتنين حاجتين مهمين جدا. انكار الزيت، لو انت عايز تشيل صلاتك مع المسيح لازم تنكر زيتك. تنكر زيتك وتعالى اتبعنا، يبقى في حب. ايضا في صليب تاني مهم جدا، جهاد. يا
بجد الروح دي هنتكلم فيها النهارده. الموضوع بتاعنا لازم برضه بتاع بكره، مقدمه لازم بتاع بكره، حاجه ابديه. سلام الجهاد الروحي تقرا ايه اخباره؟ لازم يكون في قانون روحي. يا ابونا انا بتعب، زود شويه على قدك بس بحب برضه، بحب وبتركيز، وكل شويه زود على قدك، زود على قد ما تقدر، زود على قد ما تقدر في جهادك الروحي. لكن لازم يكون في جهاد روحي. جهاد روحي يعني ايه؟ يعني في صلاه، في قراءه انجيل، في صوم، في تقوى، في حضور كنيسه، في قفل مخدع، خلق مخدع. كل دي جهاد روحي. يعني انا النهارده كده وانا بتكلم كده جالي كده يعني هاجس كده في مخي، معلش يعني تتحملوني. ايه قرص من اربع وجمعه من سنان؟ دلوقتي الهادي اللي انا في حد بيصوم اربع وجمعه ده خلاص بقت حاجه كده يعني مش عارف، ولا يمكن فاهم غلط، الناس بتصوم مش فاهم، ما اعرفش يعني اتكلموا نفسهم على نفسهم كده وحاسبوا نفسهم. طيب الاربع وجمعه مروا ايه؟ حتى لو انت مش بتفكر في الاربع وجمعه دي، يعني من اهم الاصوام في كيس الدرجه الاولى، ابتدي فيه، ابتدي حتى يوم الاربع. بعدين شويه وزود الجمعه، او ابتدي في الجمعه وزود الاربع. لكن تعالى في يوم من الايام لازم انت مثلا تبقى صومك كلها ده جهاد روحي انت حاطه قدام عينك. كل ما تطلع روحيا وتجتهد روحيا كل ما حمل الصليب يبقى ايه؟ يبقى هين، يبقى خفيف. يعني في الالم يبقى هين، انا اتعود على حمل الصليب، عارف ايه فكر حمل الصليب. في العطاء، في الخدمه، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى ايضا برضو الجهاد الروحي. ايه اخبار الصليب في الذات؟ ايه اخبار الصليب في الباب الضيق؟ لازم نخش باب الضيق، لازم باب ضيق. باب ضيق ليه؟ هو المسيح كده بابه ضيق. بس باب نخش باب الضيق ده ايه؟ هتلاقي فيه ايه؟ ها؟ راحه، مكان واسع كبير، حاجه صغيره لو تخش منها كده بعد ما تخش جوه تلاقي مكان كبير. هو الصليب صعب ضيق، زي ما في الاضياره، لان يعني في ضربين على الاضياره في مصر، يعني باب صغير قوي تخش ممكن لازم تنحني عشان تخش. لا بالبنيان الاثريه طبعا، الاضياره بقى بيعمل مثلا مكان تاني للدخول، ده غير التملي، واحد يحب مش باب الصغير ده، فاكر الباب الصغير ده بتاع الاضياره لازم حد ينزل كده. ليه؟ طبعا يعني هو كذا سبب، طبعا كان في الاضطهاد والبربر، لكن كمان الفكر الروحي الواحد لازم ايه؟ يتغطي. ولان الباب ضيق، لكن لما تخش الدير اللي فينا يعني مراجع بيوت مصر الاثريه، يعني اتمنى كل مطيوعه تلاقي فيه جوه كده هدوء وراحه وانبساط غير عادي. تحس انك انت عايش مش في الدنيا. انا بكلمكم بامانه حقيقي، يعني لما تبقى الدير فاضي تحس كده انك انت حاجه كده في وقت الغروب كده، كنا قاعدين في 40 يوم كده، تخش وقت الغروب كده تحس انك انت يعني فرق شاسع بين الصحراء البريه لما تخش الدير، حاجه كده تانيه خالص، او زي السماء البريه. بعد ما بتضيق قوي 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 قوي، تعب والم وخدمه وعطاء وجهد روح، لكن بعد كده تشوف ايه؟ سماء، تشوف حاجه جميله، تشوف المسيح والعذراء والقدسين. يبقى اذا يا اخواتي الصليب هو ايه؟ هو الم، ايوه هو تعب، ايوه، لكن في النهايه هو ايه؟ هو جهاد جميل عشان نكسب الملكوت. في عيد الصليب تملي نفتكر للسليم اللي استفاد من صليبين، صليب المسيح الخلاص لكل البشر، وانه جاي عشاني انا. بس عشان جاي عشاني انا يبقى لازم استفيد من الصليب اللي هتعلق عليه من الالم. عشان ايه؟ عشان اتوب. الله قادر يعطي الانعام وبركه وانكار ذاته ومحبه لكل مجد الدايم.